اترك كم شغله برا، والباقي رح طبطبهم وبحطهم بالشناتي. ليش؟ الشناتي بكفوا، في علب فاضيه كمان، خلينا نجيبهم من المخزن. بكفوا يا روحي بكفوا، ليش نحن شو في عنا؟ شو جمعنا بعد كل هالسنين غير التعب والشرطيط؟ ليش عم تحكي قدامي هيك يا شهيره؟ معنا مصاري والحمد لله، ما دفعنا اجره، هون اكلنا وشربنا، حتى ما مدينا ايدنا على رواتبنا ابدا. جمعناهم كلياتهم. انا كان قصدي على الاغراض وبس. يلا كله خير ان شاء الله، الايام الجايه كلها خير. هاي الفتره مندبر امورنا عند لميس خانم لوقت ما نلاقي مكان لحالنا. فهميني انتي ليش مو حابه تروحي لعند نهال؟ هنيك مثل هون، شو رح تفرق يا عيني؟ وانا مشان هيك متردده، طبعا ما رح تفرق. انا كثير انجرحت يا سليمان كثير، وقت نشتغل عند نهال جميله ما رح تجي لعنا. انا ما فيني ضل بعيده عن بنتي الوحيده. خلينا نشتري لحالنا بيت صغير معه جنينه وانت بتشتغل فيها. خلينا نفتح ونسكر باب بيتنا لحالنا، خلينا نكون اسياد نفسنا وبس. خدمنا الناس كثير وقليل، بكفي هالقد. مين البيك الصغير عنا؟ حبيبي مراد، بدك شي يا روحي؟ لا، مليت وانا قاعد فوق. شو عم تساو؟ عم تضب غراضكم؟ على مهلنا. انا مو حاببكم تروحوا بنوب. يلا روح لعند سهيلة خليها تعطيك شوية حلويات. ما بدي. وانا بشير؟ معنو بالمطبخ؟ لا، ما شفته وانا جاي. سهيلة والقبطان رضا قاعدين هنيك عم بيحكوا، حتى انهم ما شافوني بنوب، وانا ما حبيت ازعجهم. اخر مرة شفت بشير فيها كان بغرفته. تمام، هلا انا بسأل سهيلة. انا متعود على البحر وبس، كيف رح مشي اموري بالبر ماني عارفان. بس ما صير مثل السمكة اللي طلعت من المي. ما بيصير شي، بتتعود. أنا في يكون مكان عمو سليمان عند هدول الناس؟ هو بيعرف هواهن وطباعهن وكيف يعطيهن الأشياء حسب مرائهن. وأنت بتتعلم مع الوقت. ما بتحمل حدا يحاكيني، إذا حدا سمعني شي كلمة بحمل حالي وبمشيها. دخيلك بس هي لا تعملها. سهيلة تعي. نعم مراد. وين بشير؟ بغرفته. طلعت بانو هنيك. أصبح بالكراج، بدك شي منه؟ خلي رضا ينادي له؟ لا لا، أنا بروح لعنده. من هلأ بلشتي بالشغل؟ يعني عم تحاولي تعلميني؟ ما في شي صعب، رح تشوف. بعدين ما رح نضل قاعدين كل حياتنا هون، بس نركز أمورنا، نحمل حالنا ومنروح. طالما أنت هيك رأيك، شو ساوي؟ أنا بعض على أسناني شوي. ليكي هالشي ما بعمله بهالحياة إلا كرمالك، مشان يكون بعلمك يعني. انتي بس هيك تحكي لي على طول يا حبيبة قلبي. بشير، بشير، عم بحرق زبالة. شو هدول؟ صور الأشعة تبعها؟ مو شي مهم. طيب ما بلزموك؟ لا، كلياتهم قديمين. يا الله، الدخان بيضرك كتير، ليش عم تحرقون؟ كنت كبهم زبالة. شو بيعرفني؟ يمكن لأني تحسنت، حبيت أمحي كل شي. يلا أنت فوت لجوا، هلأ بتبرد. وأنت تعا كمان، يلا خلينا نلعب بالكمبيوتر كتير مالين. بس ينطفوا هدول كب التنكة وبيجي لعندك. بس وعد. وعد. لا تتأخر. ماشي.